وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في عدد جديد من مجلة روابي. في أول حيين من مدينة روابي تتوزع وبمنتهى الدقة والإتقان 6 أصناف للمباني السكنية تحمل روح المدينة في كل بقعة فيها، أسماء اختيرت بعناية فائقة لتنسجم مع عبق المكان ورونقه، طبيعة آسرة بكل تفاصيلها تحيي المكان بمكوناتها التي سخرها القائمون على المدينة لتخطف أنظار مشاهديها كالفنانة الكوميدية الفلسطينية الأولى ميسون زايد. إليكم أبرز العناوين. مباني المدينة زينة أحيائها وعنوان تفردها. بنايات روابي تتمايل رغداً على تلالها. الفنانة الكوميدية ميسون زايد المثال الحي لقوة الإرادة وتحدي الصعاب في زيارة للمدينة. مباني الأحياء الأولى من روابي وجمالها الذي لا يخفى على الناظر تتوسع بتخطيط هندسي فريد لتغطي هذه البقعة الجغرافية التي تسخر بمكونات العمل المتقن لتقدم روابي لساكنيها أجمل التصاميم العصرية. التفاصيل في التقرير التالي. من قلب جبال روابي استخرج الحجر بلونه البهي وجودته العالية، وامتزج مع التصميم الملهم وألوان الطبيعة الخلابة ليرسم بنايات روابي، والتي تشكل باختلاف مواقعها وعدد طوابقها ومساحاتها باقة ساحرة متعددة الخيارات ترتقي لاحتياجات العائلات الفلسطينية وتلبي متطلباتهم. فالأحياء الأول والثاني تحتوي على 6 تصاميم مختلفة لكل منها ما يميزه، فها هي مباني وتر التي تتراوح مساحة شققها بين 135 و193 متر مربع، تتوزع على 9 طوابق بمدخلين، العلوي منها بمستوى الطابق الثالث. أما زان المبنى الذي أخذ لقبه من أجود أنواع الخشب في العالم، كان لابد وأن تتزين به روابي أيضاً لتتوشح بهذه المباني أطراف الأحياء في المدينة، التي تطل على المساحات الخضراء الغناء التي تربط الأحياء السكنية بمركز المدينة. شقق زان تتراوح بين 170 و196 متر مربع. أول إشي عملنا العمارات تبعت مدينة روابي حسب الموقع الجغرافي للمدينة، وعندنا كمان مساحات تتراوح من أصغر إشي 92 متر، بنضلنا متدرجين فيها على 320 متر، وهي المساحات قسمناها على عدد معين من العمارات بأسماء مختلفة مثل زان، بلور، لمار، مرمر، في مواقع إشي قريبة على المركز التجاري، إشي بعيدة، إشي مطل على المركز برضو، إشي مطل على الساحل الفلسطيني، وكمان إشي مطل على منطقة ودينا، منطقة الترفيهية تبعت مدينة روابي. دوزان المبنى الضابط لإيقاع حياة المدينة. عدد هذه المباني المحدود أعطاها سمة التفرد وشققها المتنوعة الأحجام التي تتراوح بين 127 وحتى 193 متر مربع، تضبط التناغم المثالي لأسلوب حياة الأسرة الصغيرة بدفئها وحميميتها، فضلاً عن قرب دوزان نسبياً من مركز المدينة. هاي أسماء كنعانية مثل أسماء بلور، لمار، مرمر، كستنة، أسماء بتتنوع بأسماء العمارات وكمان أشكال العمارات، وهاي الأسماء بتذكرنا في ماضينا وفي تراثنا الماضي. عمارات بلور والتي صممت للباحثين عن الخصوصية المميزة تقدم بطرازها المعماري الحديث وشرفاتها المتدرجة المكشوفة مجموعة من الشقق الواسعة المختلفة المساحات، والتي تتراوح بين 202 و340 متر مربع، كما تقدم لساكنيها شققاً بمدخل خاص في الطوابق الثلاث الأولى، مما يضفي عليها رونقاً من الخصوصية والتميز. كل عمارة من العمارات إلها مميزات، في شقق إلها أو عمارات إلها مداخل خاصة، شقق إلها مداخل خاصة، حدائق، ترسات، حتى لو تكون بالطابق الرابع مثل عمارة لمار اللي إحنا شايفينها بيكون في إلها كمان مدخل خاص وترس على الطابق الرابع، مع ذلك إنه كمان في بالطابق الأول بيكون مدخل خاص وترس وحديقة. لمار جدول ماء الذهب الغني الذي يلف قلب مركز مدينة روابي النابض بالحياة بمساحتها المتفاوتة من 170 وحتى 241 متر مربع، وبعيداً عن صخب الحياة بمركز المدينة هناك خيار الدخول إلى بنايات لمار عبر الشارع السفلي بالإضافة إلى الشقق ذات المدخل المستقل. مرمر
الرخام الجميل شديد الصلابة يجوب في المدينة لتجده في كل أنحائها. مرمر البناية السكنية ذات الطراز المعماري العصري، تتفرد شققها بمساحات تتراوح بين 170 و 189 متر مربع لتمنح الساكنين فرصة العيش في شقق عملية التصميم، بالإضافة إلى وجود شقق تتمتع بمدخل خاص فيها. ليس كل من رام التفرد ناله، وروابي تتجلى يوما بعد يوم في التميز والإبداع. فهذا المثال النابض بالحياة لمباني المدينة يروي فصولاً من العناية في التخطيط والإنجاز. يعمل الفريق الهندسي في روابي على بناء مدينة حضرية وعصرية وسط التلال الخضراء المحيطة بها، منتبهين الممارسات البيئية السليمة في العمل على كل تفاصيل البناء لتكون أكثر دقة في التصميم وأكثر تناغماً مع البيئة المحيطة بالبناء. التفاصيل في التقرير التالي. الجمال لا يكون جمالاً إلا إذا اقتربت ملامحه من الكمال، وبهذا كان على الصانع حين يشكل صنعته أن يتوخى الدقة بكل جوانب العمل ليخرج من بين يديه تحفة ملموسة. لذا كان على المهندسين في روابي أن يستوفوا كافة الشروط اللازمة ويتخطوا كافة العقبات من الطبيعة الصعبة التي تبنى عليها المدينة، وذلك بمراعاة التخطيط الحضري وتشكيل علاقة متجانسة ناجحة ومترابطة مع أجزاء الطبيعة المختلفة. فقد راعى المصممون للمدينة وأحيائها ترتيب المباني بحيث تتلائم مع الطبيعة الطبوغرافية للأرض، وذلك من خلال تحديد مواقعها وفقاً للخطوط الكونتورية لتقليل الحفر في التلال وللمحافظة على منظرها الطبيعي الجميل، ومن ثم العمل على ترتيب المباني على عدة مستويات لتكتسب كل منها إطلالات فريدة. وكذلك تم تصميم الطرق والشوارع وتنظيمها بحيث تنساب مع انحدار وتمايل التلة التي تبنى عليها. أما من ناحية البناء، فقد عمل المهندسون بجد لجعل المباني تنسجم مع الطبيعة وتنساب من خلالها، بحيث ترافق أحجارها تدرجات ملمس الطبيعة. ومن هنا جاء استخدام أنواع الأحجار المختلفة لتتماشى في كل موقع مع طبيعته الأصيلة، ابتداءً بحجر الطبزة الأكثر خشونة، مروراً بحجر المطبة الناعم، كل ذلك من طبيعة أرض روابي التي تفيض كرماً لنضعها بين يديك. كطائر الفينيق والشعب الفلسطيني يعود إلى الحياة في كل مرة من جديد، هذا ما فعلته ميسون زايد، فلسطينية الأصل أمريكية المولد، عندما تحدت الإعاقة لتقدم للعالم مفهوماً آخراً للتحدي عبر الفكاهة والأمل. فليس الإعاقة أصل الفشل، بل هي إرادة إنسان، وإن ضعفت فقدت الحياة معناها. زارت الممثلة الكوميدية ميسون زايد الأمريكية من أصول فلسطينية مدينة روابي. ميسون تناهض الاحتلال والعنصرية بابتسامة ترسمها على وجوه جمهورها في فلسطين والعالم. زيارة ميسون للمدينة رسمت على وجهها الفرح والابتسامة والفخر بالمدينة الفلسطينية واهتمامها بالثقافة والفنانين. التفاصيل في التقرير التالي. استضافت مدينة روابي الممثلة الكوميدية ميسون زايد الأمريكية من أصول فلسطينية. ميسون، والتي أصيبت منذ ولادتها بشلل دماغي ناجم عن خطأ طبي أثناء ولادتها، مما جعلها مصابة بالارتعاش وعدم القدرة على الحركة، لكن ذلك لم يثني عزيمة عائلتها وإصرارها هي على تحدي المرض لتصبح اليوم ممثلة ستاند أب كوميدي مشهورة، تقدم عروضها في عدة دول حول العالم، وتصبح أول ممثلة عربية ومسلمة تقدم هذا النوع الصعب من الفنون الكوميدية. ميسون تقضي 3 أشهر من السنة في فلسطين كل عام، حيث تدير برنامج فنون للأشخاص ذوي الإعاقة واليتامى في المخيمات الفلسطينية، كما وتساهم في العديد من النشاطات السياسية لدعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الخيرية. ميسون أعجبت بالمدينة واهتمامها بالثقافة والفن،
تجلى ذلك بانطباعاتها الفرحة في زياراتها لمدرج روابي خلال جولة ميدانية في أرجاء المدينة شملت أحياءها والعديد من مرافقها. في نهاية الزيارة قالت وبروح الابتسامة التي عودتنا عليها: سأقول ما في نفسي عن روابي في أول عرض لي على مسرحها. ميسون زايد، أنت فنانة فلسطينية بتمارسي الكوميديان شو، خبريني عن حالك أكثر. أنا اسمي ميسون زايد وأنا أهلي من دبوان وولدت بأمريكا، وكل سنة بضل رايح جاي رايح جاي على فلسطين، عشان وأنا طفلة كانوا أمي وأبوي دائماً يودونا نصيف في دبوان، سو أنا قلبي كثير مربوط في فلسطين وبحب أني أجي وأمثل كوميدي، عشان إحنا شعب كثير كثير مهم نضحك من كثر ما إحنا بنتقطم، وبيجي عشان أوصل بشغل مع الأطفال اللي عندهم معاقات جسدياً عشان يكونوا جزء من الجمهور زي أي طفل ثاني. طب ميسون، أنت اليوم جيتي على مدينة روابي، كان عندك تفكير بديك تقولي لي إياه عن مدينة روابي، وهلأ لما جيتي كيف صار تفكيرك عن مدينة روابي؟ أنا كنت خايف كثير أجي على روابي عشان كل إشي اللي سمعت عنه مش منيح، كانوا الناس خايفين إنه في تطبيع، وهذا إشي اللي أنا ضده 100% ضد التطبيع، وكنت أسمع إنه كثير إليتس بس للغنيين وهن رايحين ينكوا الشعب اللي مسموح، والشعب اللي لا ابن المخيم مش راح يكون مسموح حتى لو جابهم $1,000,000 ما بيدخلوه. ولما اجيت هان شفت اشي عمري في حياتي ما تخيلت اشوفه في فلسطين، الامبي ثياتر اللي انتم مسمينها يا ودينا، وطلعت عليه وقلت انا دائما بحب فلسطين عشان بحب اني ازور الاقصى، بحب اني اشوف التراث زي خان الوكاله في نابلس. ولما شفت هذا المدرج وقلت احنا هلا سوينا إشي بيسموها facts on the ground، إشي اللي دايماً إسرائيل بتقول إنهم بيسووا facts on the ground عشان ما يقدروش ينكاموا، وهينا إشي إحنا بنينا إشي أول إشي بجنن. يعني أنا رحت على اليونان، أنا رحت على جرش، وعمري ما تخيلت إني أشوف إشي هيد تراث هان، بس غريب الواحد يشوف تراث جديد. إحنا دايماً بنفكر كل إشي منيح سويناه في الزمانات نقدرش نسوي إشي منيح هلا، ولما أنا شفت هاي الثياتر كممثلة أحلمت إن أشوف إشي زي هيد في فلسطين، بس ولا عمري فكرت في الحالة اللي إحنا فيه في فلسطين إنها تتحقق. ذكرني بأفلام هوليوود، عشان أول مرة في حياتي بشوف مدينة بتنبنى من صفر، دايماً يعني قرية موجودة وبتزيد وبتزيد وما بتشوف إلا هو صار مدينة، بس اللي أنا شايفة إشي رائع، عشان إحنا لما بنبني بنوقف المستوطنين يبنوا، بيقدروش يضلوا يمدوا 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 وإحنا بنسوي في مدن جديد. سو بجوز هذا الفكرة لازم يتكلد وين ما كان، بس أجان أنا فنانة سو دايما بحلم في الشغلة الأكبر. طب ميسون، دايما أنت بتحكي اللي بدك إياه بالطريقة الكوميدية، إيش بدك تحكي لروابي هلأ بإشي كوميدي؟ مش راح أحكي لك إياه، عشان راح أستنى أسوي أول جوك في روابي على الأمبيثيتر ودينا. أوكي دان، اتفقنا إذا هيك. إن شاء الله. ثانك يو كتير لإلك ميسون. الله يحميك. ثانك يو.
مشاهدينا بهذا نكون قد طوينا آخر صفحة في عدد اليوم، بأمل اللقاء بكم في العدد القادم. ولكن قبل الوداع نقول روابي قصة تروى ولا تنتهي. إلى اللقاء.